فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا. في سورة الممتحنة قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر في سورة الحشر، في سورة المجادلة، في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي سورة الممتحنة قال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ويحلف قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة كلها في الولاء والبراء من أولها إلى آخرها، ختمها بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقد سبق لنا أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى.